وقد اعتبرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أنه لا يمكن للهجمات التي أقدمت عليها بعض المجموعات واستهدفت المقرات الأمنية بمدينة تالا من ولاية القصرين إلا أن تسيء إلى العلاقة بين المواطنين وأعوان الأمن، خاصة في ظرف تنكب فيه قوات الأمن الداخلي على حماية حدود ومدن البلاد من الإرهاب والجريمة. وأكدت الداخلية حرصها على تأمين كل مظاهر الاحتجاج السلمي والتعبير عن الآراء بعيدا عن استخدام العنف والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، مبينة أن أعوان الأمن فضلوا عدم اللجوء إلى أي أسلوب من شأنه توتير الأجواء بالجهة رغم ما يخوله القانون لهم وفق نص البلاغ. ودعت وزارة الداخلية في بلاغها جميع مكونات المجتمع المدني إلى إدانة أعمال العنف المواجهة ضد أعوان قوات الأمن الداخلي وأعمال التخريب التي تطال بعض الممتلكات العامة والخاصة.